أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. نشرة الليلة بشكون إن شاء الله نشرة ثرية جدا بالأخبار والأحداث، وسعيد باستقبال زوز ضيوف من الحجم الكبير، وعندنا سابقة أولى في تونس باش نكتشفها مع بعضنا. يرافقني في هذه النشرة السيد مروان البلحاوي الخبير في الحمص المنفخ. سيد مروان أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين متاعك. شكرا. يعني كان طمنا ساعة من الأول على أحوال الحمص المنفخ في السوق العالمية. حاب نقول لك اللي أحوال الحمص المنفخ لا بأس. جيد جيد جدا. ومعنا كذلك السيد طارق الزقو. طارق الزقو هو إرهابي مرخص له. سيد طارق مرحبا بك. شكرا للاستضافة سيدي. يعيشك يعيشك، ونحن نشكرك على الحضور بيد البيت الحلة البهية. يعني سيد الزقو أنت إرهابي مرخص لك من طرف الدولة ولا كيفاش؟ أي أنا في الحقيقة يعني عندي تأشيرة من الكونغرس في أمريكا. مرخص لك من الكونغرس. اي وكنت حال باتيندا في ألمانيا وسكرتها توا. وتوا عندي باتيندا على روسيا، ويعني وانا راني يعني ارهابي محترف. كذلك. اي لعلمك يعني احنا نخدمه في مجال الاحتراف. عندي بطاقة احتراف. بطاقة احتراف كارهابي في الارهاب يعني. وعندي بطاقة جلب. بطاقة جلب. اي بطاقة تأمين على الحياة. وعندي بطاقة كنام. كذلك مخرطين في الكنام. اكيد مخرطين، هذا ماهوش في شبيك اختصار يعني. وهذه بطاقه سي ان ار بي اس. سي ان ار بي اس. نعم نعم. مين ربي ثبتها لي؟ ثبتها لي. لا لا بطاقه قدامي. علمك انه احنا نخدموا في الوطن. تقول لي كيفاش نخدموا في الوطن؟ لانه نحن مثلا تفجيري ارهابي فجر روحه في قهوه ولا في مدرسه. لماذا يفجر روحه في لماذا؟ صحيح لماذا؟ لانه مدرسه حالتها تعبت، ونعاونوا في وزاره التربيه باش تلقى حلول اخرى باش تهيئ المدرسه بعباد اخرين. وزاره التشغيل. تجهيزات اخرين. نعم نعم وزاره التشغيل. معناتها انتم كتفجروا المقهى معاش يقعدوا بطاله يمشيوا ويجي في المقهى. كنفجروا المقهى يعني نعاونوا في وزاره التشغيل باش ما يقعدوش البطاله يعني في القهوه الى اخره. واضح جدا. بس ما يعني انتم الارهابيين تخدموا بالتنسيق مع بعضكم ولا كيفاش؟ اكيد اكيد عندنا وسائل اتصال تحت ذمتنا، وعندنا شركات مسمين لنا احنا من الكونغرس. من الكونغرس ديريكت. مانيش نفدلكم. وكيفاش مثل القرايه نتاعكم؟ واش كيفاش تقراوها الارهاب ولا تمارسوه ديريكت؟ والله عندنا يعني حاجات ما نجموش تو خاطر شوف انا باختصار يعني باش ما نطولش عليك. انا شوف احنا نقراو ترونكو مع عمين عمين ترونكو مع ارهاب ترونكو مع عمين تي سي، وبعد ام اس يا نعملوا سي ان سي نعملوا يعني كل واحد اختصاص اللي حب عليه بعد العامين ترونكوما. حلو. ويعني هذا هو انا مثلا شيء اختصاصك مثلا؟ يعني انا اختصاصي تفجير. تفجير ما لا تفجروا المواهب. نفجروا كل شيء. حلو حلو جدا. على كل نعم. ماش احنا تونا بصراحه ما متقلق شويه مش برشا تقلق شويه من الحزام الامني اللي لابسه انت لهنا. ماش يعني يتفجر معناتها ذا ينجم يتفجر معناتها هو يعني هذه عينه من الاشياء اللي انا اصنع فيها وحدي في الدار. معنا اجتهاد شخصي. معنا جميل. وكيفاش كيفاش هذاك كيفاش يتفجر معناتها؟ كيفاش هذه تنزل على القرص هذا هكا؟ لا ما تنزلش. لا جست المربر على القرص هذا هكا لابسها هكا يتفجر كل شيء. القرص هذاك حتى كان بدقنون تكتهبط القرص في غلطه تنجم تفجر بدقنون. بالله ما ربي يخلي راسك مرفوع. لا راسي ديما مرفوع. يعني راسي مرفوع. واضح 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 جدا. معقول جدا. وانتم انت علاش مثلا تحب تفجر ما تفجروا روح الارهابي علاش معناتها شنو الاشكال معناتها؟ والله شو نقول لك تو هذه اسئله يعني ما تنزل على الفلسه وين تلقى روحك؟ تلقى روحك الفوق. 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 وين الفوق؟ الفوق بعد الحريات. اي واللوطه ما ثماش حريات اللوطه؟ لا اللوطه ما هكا تشوف انت على عينك كل شيء ما ثم شيء لوطه. ثم كان الجماد. معناها الحريات كل فوق. بربي كل شيء ثم كان الحريات الفوق؟ وي ثم كان الحريات. حريتك هاو كان الحريات. وحريات احنا عندنا الحريات كذلك لوطه نجم زاد يمكن. انا عندي سؤال. انا عندي سؤال بصراحه. والله انا عندي سؤال. يلا يلا تو كي تبدا يعني ارهابيه في بلاستيك انت معناها انثى تلقى حوريين الفوق؟ تلقى موجود يعني هم اجناس مختلفه من حوري. على كل احنا نشرفوا بحضورك. نعم. وحضورك كذلك سيد الكريم. يلا نبداو نشره الليله الاخبار. سمحني نرجع لك البطاقات نتاعك. البطاقات نتاعك يلا تفضل. اي لانه مكتعرف يشدني حاكم ولا حاجه. سمحني بطاقه الجلب خاصه بطاقه احتراف. بطاقه احتراف. يلا اذا نبداو نشره الليله بالاخبار الوطنيه. واثر الامطار اللي شهدتها ولايه مدنين وقع انهيار قنطره بين مدنين وبنقردان فقط بعد 5 أشهر من تشييدها.
يعني قنطرة مازالوا يبنوها في 5 شهور في أول مطر نقول وإحنا تحت القنطرة هذه. حسب رأيكم شنية كان رد فعل كاتب الدولة للبيئة؟ باش يقاضي المقاول، لا باش يعاود قنطرة جديدة، لا باش يقاضي، باش يحكم الجمال يصلحوها، باش يقاضيهم، لا 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 لا، باش ينحي القنطرة ويبني في بلاصتها نفق. لا 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 لا، ما إجابة ماهمش سليمة، لكن نشوفوا الرد متاع كاتب الدولة بيدو ثم نعود. هذه راهي قوة ربي أعظم من القنطرة بالطبيعة، معناتها من الأثار الغزيرة اللي يتم إنجازها. قوة ربي أعظم من القنطرة. لا والله شوف أنا راني باش نفجر. لا لا باش نفجر. لا لا مازلنا كبدينا. لا لا باش نعرف يصبر شوي. تريث يلا وي قوة ربي أقوى من القنطرة. إجابة متاع سياسي معناتها ما تصورش كان تكون مقنعة. يعني صحيح قوة ربي أكبر من القنطرة، لكن السياسي موجود باش أنه يلقى هو الحلول ويلقى هو فعلا فعلا. يعني حتى يعني هل الكاتب الدولة هذا حتى البطالة ينجم يقول لهم يعني هذاك إيش كاتب ربي؟ ينجم يقول حتى للفقراء يقول لهم هذاك إيش كاتب ربي؟ حتى والتنمية في الجهاز هذاك إيش كاتب؟ هذاك الحل. لا أنا بصراحة الحكومة هذه لازم تطيح. عليه؟ هذاك إيش كتب لها ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء هذا؟ شيء صوت ما تخافوش ما شيء خفوش قبل ولا شيء شو عادي 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 انا تلقاني اللي هنا ما بكري وانا داخل زراعه لغم في الباب نتاع زراعه لغم جمله تلقى واحد من جماعه ليكيب نتاعكم تعدي ينزل عفصالي لا حلو يا عادي عادي كمل كمل البرنامج الحالة كل على كل ربي يسر ان شاء الله توفي الحلقه الاخير انا مقلقني الحزام الناس في نتاعك انفجعني مش عارف ليش يلا يلا صوره 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 تريدنا من مدنين وهي صوره للحافله الجهويه للنقل بمدنين نشوف مع بعضنا كيفاش الحافله هذه فيها كراسي بلاستيك يلا شوف الصوره مع بعضنا فوالا شوف هذه حافله حافله ماذا حافله على الاخر فيها كراسي بلاستيك شوف كيفاش يعني حافله بلاش 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 كراسي ولا مول كراسي الكل في مجلس الشعب الكراسي الكل في مجلس النواب مجلس النواب ولا قال مالها هذاك علاش النواب قاعدين وهم علاش قاعدين قاعدين ساهرين على راحه المواطن يلا تو في الشان الدولي يا لطيف كيسك شنو هي الهم هذا؟ وكيل ولاد شبيك؟ باست 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 شبيك؟ شنو هي لاباس ما تحسش؟ شنو هي الشيء؟ شيء دخان وقبله ما ثم حتى شيء ترون شيء ما ثم شيء كالمي لاباس شيء كالمي توات تلقاني انا ثم واحده بكري نسيتها في كل شو اسمه يلعبوا ابو ناسف اي فوالا ابو ناسف نسيته في اللوج تاع كوستيم تاعكم وتو وقت تفجيره تاع شبي تفجر عادي هذا الشيء الحكايه اش بيكم واش تصرف في الواحد عامل ثانيه تاع الغامه هنا نوتر سبيسياليتي لاباس سيده تاع الحمص مدفخ انا 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 في لامين واش في لامين تخليني واحد اقعد 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 خويا اقعد في لامين يلا يلا كمل نشره يلا يا ربي يقدر سيريان سيريان على الاخر سيريان خلي راسك مرفوع يا مروا الفقره الاخيره نتاعنا فقره حاسمه فقرة من أنا من أنا من أنا أيوة فقرة من أنا يلا يلا اختاني لك الأمور هذيك أنا موتر أعصابي بالفوشيك العامل هذي والبني بني العامل هذي يلا يلا نبدأ باش نعطيكم أنا ليزانديس على شخصية اليوم شخصية محورية جوهرية معروفة جدا أنتم تطلعوها في أقرب وقت يلا واضحين حاضرين حاضرين توب أنا نخدم في التلفزة هلا الركبي لا عياد الحمروني لا عبد الحميد في التلفزة أنا اللي خرجت الجن في برنامجي أي خرجت الجن في برنامجي عدل عفاف الغربي لا 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 أنا اللي دخلت الحبس نساء في برنامجي عربية بالحمادي لا أمير نصيف لا لا أنا كيف بستني نجلة متاع الحصان وعنقتني طحت في القاع حمزة البلومي عادل الإمام عادل الإمام تاع في القاع لا لا أنا الجمهور متاعي ما حبش يصفق في برنامجي لأنه ما هوش خالص عفيف اللقاني اللقاني بتاعك شو اسمه اكلي غني شو تمشي ما غنيش ما غنيش أنا عندي أسئلة خطيرة سؤال خطير عمارة شو اسمه سؤال خطير نوف الورتاب نوف الغربي لا لا أنا اللي سألت زوز توامة قلت لهم انتم من فرد ام ولا لا هاي اسكندر سوايع بس كنت سوايع مش اسكندر سوايع لا مش اسكندر سوايع عادل السليم ليش عادل السليم بتاعك لا انا اللي سالت قاسم كافي في جاك الفتق
في جاك الفتق في جاك الفتق ولا نردين ولا نردين في جاك الفتق ولا نردين لا 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 شسمو هذاك شسمو لا 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 تيابش في كلمة لا لا ناجي الورغي لا 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 ناجي الورغي لا مش ناجي الورغي أنا أقدم منشط في حنبال أقدم منشط في حنبال أقدم منشط سفيان داش مش سفيان داش لا لا أقدم منشط في حنبال اللي يلبس 44 هذاك مش هذاك مش هذاك جمال مداني لا جمال مداني مش جمال مداني نسبة صباح أنا صاحب مقولة يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما اصبر لقيته لقيته اسمه لكن عبد الرزاق الشابي عبد الرزاق الشابي والجواب صحيح ظهر عبد الرزاق الشابي قتلتنا بالدخان بتاعك عبد الرزاق الشابي والاجابه صحيحه يا الهوات وقت بالمناسبه بربي استحضروا اخر فيديو اخر نقشه عملها عبد الرزاق الشابي الا نستحضروها كذكرى ذكرى طيبه شوف اخر نقشه من نقشات عبد الرزاق الشابي ثم نعود هذه بنتك ولا مش بنتك ما عرفتش انا النتيجه الوحيد اللي نعرفها تو في تونس وراني قاعد تو نزقزق ونهرب ونتعب في الجمهور ونتعب في الجمهور اللي شاهد فيه بنت ليلة ولا اثنين في السبيتار بنت نهارين وعتريني أنا توا قاعد أمها هي اللي رتها هي اللي قاعد نلعب نلعب بالتلفزة كما يقول أما صدقوني ورحمة أمي الغالية الحقيقة مكتوبة هنا أتمنى نرى عائلتك وتتمنى يطلع بوك شبيه كان يطلع بوك حاجه بشكير على الاخر عبد الرزاق حاجه ما نحبش نمشي للقاعه شنو هي البضاعه ذي يعني ما والله لا اسمع اسمع بصراحه انا جه ربي سيد فجر روحك لا لا بجه ربي لا لا والله ما تفجر روحك لا انا ماش قاعد مع لا لا ولا تفجر فجر روحك فجر فجر ولا فجر روحك راجل قدي راجل يبكي بحذاه والطفله تبكي اقتلهم مسهم الغدي فجرني روحك لا لا ما نجم بل حرام العاد زيت فيها ليله هذه روحك لا بلا حرام اللي فلس يزي هاي فلس لا سي قلت بجا ربي يزي متنا والله ما نعرف شنو اصبر اصبر شوف ترى شوف ترى دخل لي متنا الله يرحمنا ليه شنو البركة فينا البركة فيك فينا شنو بركة البركة فيك البركة فيك شنو البركة فيك فيني لا 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 وين 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 شي وين شو وين شكون الحوريات حوريات 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 بالك يخدموا سيونس يونيك وروحوا دابا لا 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 يخدموا 24/7 هي قالوا لي زعما الفس هذيك تجيب واحد الحوريات ديريكت لكن الأمير مش قال لي تدخل حريات غالي في الرجال ايش هو شنو الكلام زي ثم شيء حريات شيء لاني من الحريات لوط لاني من الحريات فوق يا رسول الله